علاش جريمه؟ لان هذه السيده شرف ادعت بان استعنت بهاكر سعودي اللي اخترق حساب الاستاذه حياء جبران، وجبت سكرينات للاستاذه حياء جبران اللي كانت تتواصل مع حساب حمزه موبيبي، واللي مكتوب في هاد الرسائل اللي كانت بين حياة جبران وحمزة موبيبي هو تعرف تاع حياة جبران بهذا الحساب، وسب والقذف الأقاليم الجنوبية الصحراوية، ومختوم بكلمة ويا ناري اللي معروفة بها دنيا باطمة، اللي بتنسبة لدنيا باطمة ما علينا. ادعت هنا الاستعانة بهاكر سعودي بت وتوزيع ادعاءات كاسبة قصد المساس بالحياة الأشخاص. هذا الارهاب اللي درت بناء على سكرين مفبرك ثم التحريض الاخ ديالي اللي هو اسامه جامي المسمى بالمعروف بالهاكر، حرضته لدخول نظام المعالجه للمعطيات. تبين له ان سكرينات مفبركه ومعدله ببرنامج فوتوشوب. من بعد فاش بان لي هاد السكرينات المفبركة أبى أن يكون مشاركا لهذه الجريمة، لجريمة مازاغون. قلت لكم بعد ما ضرب لي أسامة في المصداقية تاع هاد السكرينات، تآمرت سعيدة شرف وماجد مسير حساباتها على أسامة، ونصبوا له كمينا لكي ينسب له أنه الهاكر الأساسي فيما يسمى عصابة حمزة موبيبي. وهاد السيدة تجاوزت الحدود، هدرت مجموعة تاع الخروقات، الاستعانة بهاكر سعودي بت وتوزيع ادعاءات كاذبة، هاد السكرينات اللي خرجت بهم أمام الصحافة، وعندي تسجيل صوتي فين تتقول لي عندي تفرقعة كبيرة جمع ما يزيد على 120 صحافي، والقضية واصلة لسيدنا أسامة، وتطلب من أسامة يهكر ويدخل نظام المعالجة وحساب حياة جبرة اللي بغيت نشير ليه، وعندي تسجيل آخر فين تتهضر باسم الفرقة الوطنية، أجي عندك أسامة الفرقة الوطنية كشاهد فقط ولست بمتهم، وأنها تتحمل المسؤولية تاع هذا الكلام ديالك.